رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحمد الله وإن درسي حرجينا يا درسي قد مبيين ونغضو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لحافظ ابن حجر باب كان يوحوك مليا هي كتاب قد مبيين وكتاب الآداب قارهان وقيبت اللي رياض الترغيب في مكارم الأخلاق إن ضدك الوبرة روجيو قول لجي علي سيو أخلاق ضفيعا وعن ساكا كسوى هذا اللي أخلاق ضحن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كوحو يري عليكم بالصدق لازمة وحل رنطة فإن الصدق رنط يهدي وحوها نونيا إلى البر وناب ورنب رنط قفكو قيسا وإن البر وناقنا يهدي إلى الجنة جنة أيو قفقه جامية وما يزال الرجل قفك كمزول يصدق إنه رنشيغي هو يتحرى الصدق رنتنا وكد ذالي حتى يكتب عند الله صديقا إلى إبوين أكتيس الله قرى الصديق رنبدنو أما رنلو وإياكم والكذب مركل الرسول كبير وحان الذين كدق يا الكذب وبانتا فإن الكذب يهدي إلى الفجور بانتا وحيقفكوه قامسا فجور فسق يا حمان وإن الفجور يهدي إلى النار فجور كي فسق ونقفك النار توه قاميا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب قفك كمزوليو إنو بين شيغي ويتحرى الكذب بينتنا وكد ذاليو حتى يكتب إلى الله وقر عند الله إبوين أكتيس كذابا بينال مرك قفك الرنطبا الله أكتيس وحال وقريا صديق كله قفك بانت بضن الله اكتيس وحوه قرآن كذاب بانال والحديث أخرجه إمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مركا لبضا وضو ذو جيدا لبضا وضو بيتاتكو كالقادنا يعني لبضا وضو وكب الله مرون يبان كون الرمادة جنة إيا النار مركا قفك ماشو مري لها إلهي محوسي مركا عقل يسي قرشدي سين والسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كعوله إياكم والظن هذا إياكم وحن إذن كدق إيا إذن كإيو والظن ملح ملح إذن كإسكيل عليه وحن لغذا ملح فإن الظن ملغ أكذب الحديث شاكذا شاكسي ليدا وحاقو بين بضن وملح تدقاتك مرضان ملسين يتضحيهين وحمانك شقين إياه ووحن وضان وشكي وكاقلو هذا قلبي آغا وروح أقلي حقد إيو حسد إيو حمان باك بحسن مركب ملاح وحك اللي تامجو ملاح ساكنا وانكسوا هذا النيم حسن الظن وحلي لذا جرى ملاح في حموجرة إيا سوء الظن إيا ملاح مركب متك اللي تهي وملاح والحديث أخرج إمام البخاري ومسلم ساكا عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعول إياكم والجلوس على الطرقات هدنا إياكم وحن إذن كدقيا إذن والجلوس إن الفريستان على الطرقات جدتك إن الفريستان جدك ماشا داتك أي مران إلا الفريستو والإسك إلهي قالوا وحن يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا كما مارنو إنا نفريستنو مالها إياك جدك إن إيسا نتحدث فيها وقشة كيسنا بكدر بوهيدو مالكو كل ما بدأت كقار وهايا طيب مركو وانفر سنة مدين كرن
قال وحري فأما إذا أبيتم هدا ديدين إن أبناش أفرستان موي وحكا ديدين فأعطوا الطريق حقه جدك وحاسسان حقي سسي. طيب قالوا وحيد هذا وما حقه وجدك حقي سوام. قال وحري غض البصر إن ده اللابة ومركا جدك أفرستو رقية دمركية قبله أي مريان قبلها إشاء كتاقينوها في رنينه إنها كلاب وطريق حقي سكو متبك مدعو وكف الأذى لبك نددك كالداية وددك جددك فريستا إنت بلندك ويفضوليا فلقاد ديك ربكو المان وهذا الحمد كوي لها دان كارهان عيار سوق أيو نددك نوع عاس مركا ددك كالداية ورد السلام إذن كان جدك فريستا سلامتنا الردية والذي السلام هي سلامتك الردية ددك والأمر بالمعروف هداد عرقتان وضد أباهني وحلو الشيغان وحلو الشيغان خير كددك علمك جارسي معروف كفرق ومط والنهي عن المنكر هداد عرقتان ضدك نفت وضي جدك مرة يا إني منكرات يا حمان كجران كريب وحلو الشيغان متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك سيدة بإلهي خير لطون الله قفك وخير لطون ومدان وحو فهم سيا الدين مك الدين تا إن قف تاي دين تي دا كل شاء مسلمة أما أخرنا يا نفتر إيا إن فهمت ولا بكلا مسلوي فهم يعطيه الله من يشاء بالله قفك فهمت إلهي بطتك السيا دين انت فقه لو يشو لفهمه وسطحي على نقنن ووحا لو دعيستوي اسغنا متفق عليه الى حد حديث تعاوى ان مر انه ما بخاري مسلم بيسودته انت عندنا سو مرتوب. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال ما من شيء في الميزان مجرى شيء ميزانك لصاره أثقل كعرس من حسن الخلق أخلاق الفعل أخلاق الفعل يعني واحد سهلا ما جنة رسول حديثك لو حكو شيء واحد وقبنا وطلتك جنة الجلية أخلاق الفعل باكم. طيب مركب ميزان كمركب كفد الله سارنا واحد وقبنا وسوحون نقندنا أخلاق الفعل أخرج أبو داود والترمد والصحاح وشيخ الألباني سعر الجامع وكسر العليل. وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول الحياء من الإيمان الحياء حشوتك من الإيمان إيمانك كتر سيئا قيب كمدر حشوتك قفك إنو حشوتك ضد كان هذا ركتين حشونين وهذا الذي لقصر ريغاني يعني كسر ريغانين وما أنت فيسبوك يميديا أنت صورة فلسطان وحي ربان شيخ ورقية دمر له ووحي ومطه كحشون جرتان كحشونين ودد إيمان كودي ترترميو وقو يا رابي عدكو قاتا هذا أرى توقفك يسوى فاحشة إيه رسولكم ما كان رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا إيه لعان ولا بذي بذي قو حال إلى هذا أخلاق حمو إيا أفليران وفوحوا الربيس كس شيئا يو أفكي سوحي كسور لعب الشيئا. طيب مرك إيمان كي باقفك أكو يا رابي قفك إيمانك سوى حاله كرتاه إنه حشوه خاري مسلم بحديث كنصوصة. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبير إن مما أدرك الناس وحدتك أي كسو جارين من كلام النبوة الأولى هذا الذي أنبي ذي خوري يا نبي ذي خوري نصائح ذي رقم قوذي وحا كمذا إذا لم تستحي عداداً حشونين فاصنع ما شئت وحارب الصميه مركب معه معنوه إن لغوف الصحيو هدادا حشو اللهين إسكا سميه وحاربته تاس معناه ما وحي لميت هاي قفكو مركو وحن وروحة كالريباية أما أضيب وليشي سيع الروتي صلى الله عليه هبلو وحا الصميه مركب تاسوا نهي ويا وكالريبات كالريبايسو وحا الصميه بمعنى عرصميه دا سميسو وارك دونتا مركب معناه هو معي حشوت كدو كاتري احرب السمين انا وصمين مركب قف قف قدو حشوت كاتري مركب وحر وصمين اخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبير المؤمن القوي مؤمن كحوكل إيمان كيسو قوية شرهان هتا قوي قوة خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كضعيف كا يحق أن قوات كين وحقبت كيسو يريحي كاس حوك بضن وإيمان يوحقبت قوي وأبا كخير بضن وفي كل خير لكن مؤمن مركز توجه قبل خير بوليه أما ضعيف هنغض أما قوي هنغض مؤمن هو الخير احرص كد دال على ما ينفعك وحك أنفعي كد دال قف والبو واستعن بالله إي بويننا كالم ويديسو ولا تعجز هنا الدال هرعصو فمؤمنك وقفك هم عالية له هرعصو وإن أصابك شيء هدي وحك أصيبك قرد عنه فلا تقولها أرنم لو أني فعلت كذا هدان وحا يوحا سمين لها كان كذا وكذا وحا يوحا سادع لها سيدة هدي وحا هدان سمين لها وحا سادع لها وحا هدان دين لها وحا سمادع إنه ونو بلانتها أرين داس أرين في عن ما يعني قدر كي إنا لرهم يسنين بام ميشا كسو بحث قدر كي إله يلوت أرين داس أير مرع على نهورن ولكن قلوا هذا قدر الله وما شاء فعل سادع حبارنا عيسو ما إيه أسبابتي وحينا ما بعض السمينين هوران الوحنا دان ساس سمين لها مرد عين وحاتر هذا قدر الله وما شاء فعل إلهي ما قدرين وحو الله ربنا وسمينا وما شاء فعل فإن اللو أرق اللو اللي يلاهدو هذا وحا يلي له هذا وحا يلوه لو كذا دان سمين لها تفتح عمل الشيطان الشيطان كعمل كيسة فرطان له يذا الباب وقوفر هذا كسمين لها هذا كسمين لها مركا اللوذة اسكدها وين أخرجه المسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قول إن الله أوحى إلي إي بوين وحي وحيوذي أنيك أن تواضعوا رسول كاري تواضع تواضع وهمبل إن القفق النقض قوص السبب مركا تواضع يهمبل نما هلقاه هلالي حتى لا يبتغي لا يبغي إلى أصن طلب أسر أدنين أحد وقفنا على أحد لا يبغي أنك أحد قد بين أحد على أحد تذكر هذا هم بلها النقضان وقفنا قف وسر أحد قد بين لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد قفنا قف وسر فانين لا يفخر أحد على أحد قفنا قف كر وسر فانتمين طيب ها هذا تذكر السلا طيب أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري من رد عن عرض أخيه قفك قف ولا لك عرض يس الدفاع شرفتي سو عرض شرفتي سو روح الدفاع بالغيب سو وكمقا رد الله عن وجهه إلهي بوجه يس كالدفاع النار النار يوم القيامة أنت قيام وامحي تصال قف ولا الكادرت والله حمنا يوح لقى شيء يقول لا إرد جيس يا شرفتي سوى لقى شيء شيء مناسة تورس كداي وقف كاي نجد داي وفرح كقال كعلي سيدتك ورداي وردتك إليه نبت قليل حدات ساسة ما يسوى الله سبحانه وتعالى أنا مالي تقيام وأيا وجه يا النار تلقى بيت بعدين أخرجه الترمذي وحسنه وشيخ الألباني سلام الجامع كسر وليحمل من حديث أسماء بنت يزيد النحو كان وقال أسنى صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوبي ما نقصت من استقامس ما يرئس صدقة صدقة من مال حول مرنا صدقة حول من استقامس وما زاد الله عبدا إي بوين أدون ومزياد بعفو إنه عفيو إلا عزا شرف مقصية تروح عفلو ضدك اسكع عفلو إلهي عزي مقصين وما تواضع أحد قفنه وسمر وهمبل من نقضه إلا رفعه أي رفعه الله إلهي بكر قال من قال هو هوس السمر كتوت كبر كديسو ما كان لي سمي أنا ضد قوس الرئي أنا الرئي بلي أنا فلانه إلهي هذا روح سكابه أو همبل سكن نقضه إلهي بكر قال سبحانه وتعالى أخرجه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ضلوا
عبد الله بن السلام حبر من اليهود و من يهود أبو كسوة إسلامي من عالم هو هذا كتاب التوراة حفظ السنة ودوشة كهيو يقان مركو حاكم الحديث كان يقول قال رسول الله بيري صلى الله عليه وسلم أيها الناس ضضوا افشوا السلام والسلام تفافية. طيب قف كانت كرني كان كرني بدتك المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تفافية وصل الأرحام رحمك يا قرابة حريرية وأطعم الطعام ضدكنا وحسية أو بحصل وصلوا بالليل هبينك تكذا والناس النيام حلي أي هردان ضدك صلاة الليل تدخل الجنة بسلام جنة عيادك جليسة النبي الكلية أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني سعيد الجامع وكسره وأفرق مسلشان الرموت صلاة فافية رحمك يا قرابة حريرية وحب حصد الضلو هبين كنا صلاة الليل كتكذا جنة إلهي مد جليسة. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوري الدين النصيحة دينت والنصيحة الدين النصيحة دينت النصيحة ثلاثة صدح جرب قلنا وحن لي لمن يا رسول الله رسولك ألو يي دينت النصيحة وتعالى قال ابن لله إله بيوت أي بيوت سبحانه وتعالى ولكتابه كتاب كي سيوت ولرسوله رسوشي سيوت وليا أئمة المسلمين مسلمين تا أهم ضوضا بك المسلمين تابعوتا وعامتهم يددوين رمان إن تورن بوتا أخرجه مسلم. مركع يدل الحديث على أن النصيحة لله عبادة وحده لا شريك له أما النصح لكتاب الله فهو أن تؤمن أنه كلام الله حقا يعني من البصلاء وطا سيد دينت النصيحة وطا طيب كتابك الله وحين النصيحة وطا أن تؤمن بالله إن إله رميس أن تؤمن بأنه كلام الله حقا حروف تزي معاني دي سوين كلام إلهي والنصيح طيب طيب نصيحة للرسول الله وأن تكون أو تصديق أنه رسول الله من عند الله إنه رسول إلهي وإلهي حقيسة وكصادر وربي وصادر يوم تاريخ عند أرسي قال ليس بالكستاي ATY4969 كالكلاهي If you're parked in the back, Honda Odyssey, license plate ATY4969, please come to your car. Honda Odyssey van. نعم. مركا دينت النصيحة وتهاي الله يا رسوشة يا كتابك يا أئمة المسلمين وعامتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحول أكثر ما يدخل الجنة وحقوباً عضتك الجنة كليائي تقوى الله وعبس ذيب وحسن الخلق يا أخلاق ضفيعة مالك أخلاق ضفيعة درجة وين بإلهة أوفي عن عضتك الجنة كليائي وحو عبس الإلهي يا حسن الخلق أخلاق ضفيعة أخرجه الترمذي والصحيح الحاكم صحيح الترمذي أي حديث كاسم كسوين وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبيري إنكم لا تسعون الناس بأموالكم تضو ضدك ومو واسع نقول كرتان كما ديقي كرتان ضدك بأموالكم حولهم ولكن ليسعهم منكم واسع هون نقضوا بسط الوجه وجهين فرفران وجهين فرفران أخلاق فيها ناسا ضدك كل ديقي كرتان يو حسن الخلق أخلاق فيها أخلاق فيها يو معركة وجهي فرفران لابد أن أعطيت لك كود ديقي كرتان ونورك لي هيا قبلها هي قيبت هربا إن شاء الله تعالى قفكي قدال قورك هوندي للشيء هي اسكاله هو كدرتك إن شاء الله تعالى ومساعدك قيبتي صدم إن شاء الله كوريو وين ونقدم بمساعدك إن شاء الله تعالى بارك الله فيك. طيب إنكم مركا دادك وحال ولا دار ميا
واسع وما نقوم دقيقة مديقي كنروح ولا نقيبين قفنا حوالا دقيقة وما نقيبين لكن محاد قيبين كرتا وجه فرفورا إيو أخلاق في على وضع سادات كوديا كرتا أخرج أبو يعلى وساع الحاكم لكن حديث كان ضعيف وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعود المؤمن قفك مؤمنك ومرآة أخيه المؤمن قفك كلاء مؤمنك مرآة بيه يعني تصالوية محاجر قفك أخرجه أبو داود بإسناد حسن روح أبو خلدمية وللك بألغان روائنه براروجي ما أنت هذا الشيء كان هدو بأنه وحسك الصحة وشيك وحايا وحسك الصحة مرك قفك مؤمنك مؤمنك كلاء وحويه مرآة بيه دات ولا لعوه دات دات مارت اسكو كلفائين استو هبل مانتا إسقى كو حسنتها كود هذه فلان هي مية قانون ذاتك مسلمين. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن وقفك مؤمنك الذي يخالط الناس كاس وضتك رحجة وضتك كود حجرة ويصبر على أذام إبكون كصبرة يا خير كخير بلن من الذي متك لا يخالط الناس ضتك أن رحجلينين ولا يصبر على أذاهم لبكوا أن كصبرين أخرجه ابن ماجه بسند حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي سد ابن عمر كان وشاي سو كاسم أمك عابن وأنا حديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع وكسره مك حديث كان وعن كفى إذا سنة إنه ضدك كل شدة إلا راح قال وحلاش يقو معروف كل أمره ما أنت لقى الرابو لبقوا ضل الصبر بتبقى عاية بتبقى في الجدينة خوف كاسو كف عاية في إذا أنا محمد سكيت يا وقول لي أنا سكوت صحيح نحكي لي معي الله هذا معي وحكم درسنا معي ودم بيقول الشغل كمالي خوف كاو حكف يا خوف كتتك كل حد شراء يا كف يا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي الله يوصل أبوه كي هو ناجس وذوها جاجسين فحسن خلقي أخلاق ذي الوهاج أخلاق ذا هي أبورك والله شو يقولتوا المركز هذا أبورك يقوها جاجسي وذيها جاجسي إله أخلاق ذي الوهاج رواه أحمد وصعب بن حبان شكل البان سعيد الجامع وحديث كان قصة دي باب الذكر والدعاء ذكر إلهي هي الدعاء ذكر أي بود الدعاء وقير كم إذا هو ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوبير يقول الله سبحانه وتعالى وحديث القدس أنا مع عبدي أدون كي قال لجرا ما ذكرني إنتي ويحصي أدون كي وإنتو بيحصي ولجرا وتحركت بي شفتاه اللبديس بشموضنا يقول رقاقيا بمعنى ذكر الله يقول رقاقيا وكاتل الله سبحان الله سبحان الله سبحان أفكار رقاقيا بشموضنا سوصعوني marka intii bishimaay uu way socdaan oo arinta ayada ay ku dhaqdaqayaan waxay noqonaysaa inaan la jiro ilaahay wuxuu leeyahay wanaaj ana maa abdi ma dhakarani wa taharakat bi shafatahu akhrajahu ibn majah sahih ibn hibban wa dhakarahu al-bukhari ta'liqan na'am sheikh al-albani sahih al-jami' wa hadith kana ku sahih وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم ابن آدم كما عمل فلمشقين عملا عمل أو أنجا كبد بادن بدن له إساقا من عذاب الله عذاب إلهي كبد بادن بدن من ذكر الله إلهي ذكر إلهي عمل قفك كبد بادن بدن نار إنه كبد بادن يمجر حديثك وعبسه سيسى رسولك صلى الله عليه وسلم ما يدين شيئا الله أخبركم وحصون يا صلاة يا صدقة يا جهاد في سبيل الله يا وحصون انتو تري وحكفي عن ما يدين ولا شيئا هامر كون أصحاب رسول الله وفيروا وذكرك إلهي مالك الفضل قاسوا ذكروا له أخرجوا ابن أبي الشيبة وطبرانيه بإسناد الحسن شغل بان سعيد الجامع وكسة له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مفرسا القوم مجلسا مال يذكرون الله فيه عيكو حصيان إلا حفتهم الملائكة ملائكة عيا حريرينس وغشيتهم الرحمة رحمتنا ويدبولس وذكرهم الله في من عنده إيبوينا
malaa'igta agtiisa uu ku sheegaya uu leeyahay hawlaay addoommahaygii waa kuwaa igu xusa. Marka waxaa ka mid ah almasaajid meeshan oo kale goobtan hadda diinta ilaahay baan daraasaynayna, kitaabka ilaahay sunnadii baa la aqrinayaa, khayr baa laisu sheegayaa. Goobta noocaasa malaa'ig baa imaanaysa. Malaa'igtaasi marka way afarta dhinac bay ka istaagi, raxmad baana meesha dabooli. Allana wuxuu ugu faanay malaa'igta agtiisa joogta cirta, cirka ayuu ugu faanay ule ujeeda addoommahayga hawlaay cibaadii waa addoommahaygii. Akhrajahu Muslim ee xadiiskana soo saar. وعن رضي الله عنه وعلى قوريي وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحول ما قعد قوم مقعدا ما قعد مفرسان قوم قوم مقعدا ميل فرسطو لم يذكر الله فيه أو إبوين أين حسن ولم يصلوا على النبي رسول كان أين كسل صلى الله عليه وسلم ila kaana waxaa ahaanaya calayhim korkooda xasratan qoomamo iyo shalayto yowm alqiyaamati maalinta qiyaama. Akhrajahu Tirmidhi waqaala xasanu sheekh Albani saxiixu ljaamic bukus. Marka tan waxaa haddii meel la fadhiisto yacnii ducadii kafaaratu lmajlis kahayd buu rasuulku ina qaray sala allahu calayhi wasalam. Oo markay dadku maanta dhan baad meeshan fadhina hawl baad ku haysteen shaqaa lagu waayo waa rabtaba ka hadla, laakiin marka meesha laga kacayo in digriga ilaahay lagu xiro subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astafiruka waatuubu ilayk. Marka ama nastafiruka natuubu ilayk hadday jamac iyo dadku ay dee ay wada yihiin. Marka ducadaasuu rasuulku inoo sheegay wuxuu yihi qofkii sidaa yidhaahda wixii majliska ay ku yidhaahdeen oo dembi oo ka dhacay oo dhan waa laga dhaqayaa, haddayna dhe sheegin buuri oo intay meel dadku fadhiistaan ku sheekaystaan ayna aad dikriga aqrinina, markay istaagayaan meesha waxay uga kacayaan wax jiifa bakhti oo kale fiirsada bakhti oo kale waxa oo uraya ayay meesha uga tegayaan. Marka dikrigaasa sidaa laynoo baray. Akhrajahu At-Tirmidhi wa qala xasanu sheekh Albani saxiixu ljaamic bikusi عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفكي إلى هذا الذكر قال من قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا هو الله حق لو عبده كل مجرى بوينه وحده حاله كريقية لا شريك له إبادة وحده وذاك سلام مجر عشر مرات تبنجي روحينا عشر مرات كان وحوى عنيا كمن اعتق روح ريي أربعة أنفس أفر نفوت ومن ولد إسماعيل إسماعيل ذرية سيئة عربتا ولد إسماعيل أفر نفوت يعني أفقف أفر قف أو شرف له روح ريي هذا حر لماذا نواتقران يسأل فضل قيل هذا ما من عمل لقبته إلا إذا ورس فك رقبة وعمل كوور ريي حرين وواجر بذن مركا فكري روحي طبعاً جارة قرياي أفرتاس نفوت ومن ولد إسماعيل ولي الروح ري وحديث البخاري مسلم بصوص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوعود من قال سبحان الله روحي إلى سبحان الله وبحمده مئة مرة بقول جير روحي إلى أذكار الصباح والمساء كجرته قفكر بقول جير إلى سبحان الله وبحمدي سبحان الله سبحان الله وكل هذا حطت خطاياه ذنوبتي سوى لغا هو بنا يا ولغا تر ولغا شبيا حطت ولغا شبي ولغا هو بي ولغا تلقاد خطاياه وحل وحي كف هي الدنبية وإن كانت هباهاتو مثل زبد البحر بد أبر كذا بحلها كات زبد وحل إلى ذا bad waxyaabaha daad xoorta ay keento biyaha la socda badda waxyaabaha qashinka ee tirada badan iyo abuurka iyo waxay wadato abuurkaaba ha dhanaadee wixii lagu wixii dambi waa laga qaadaya mutafaqun alayh. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت وحي تري قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جويرية وحي تري لقد قلت وحان اري بعدك رسولك اري صلى الله عليه وسلم rasuulka wuxuu u yimid Juwayriya subaxiiba meel lagu tukad meeshay ku tukatay bay fadhiisatay. Marka subaxiisa u fadhiisatay barqinkii buu u yimid inta iyada dikri ku jirtay wax aqrinaysa oo adkaartii waday sii waday. Rasuulku markuu soo laabtay baa wuxuu yidhi
waxaad samaynaysa maanta dhan maadaa maanta dhan dikri baan aqrinaya hadalkaan uu yidhi marka laqad qultu waxaan idhi juweyriya bacdaki gadaashaa intii aan kaa tegay arbaca kalimaatin afar kalimo bas afar kalimaan anagu yidhi oo yani afarta waxuu yidhi bay ka mid ah laakiin afar buu u sheegayaa afartaasoo low wuzinad haddii kafada iyo miisaanka la saaro bimaa qulti waxaad adigu tidhi mundu liyow maanta oo dhan waxaad aqrinaysaa haddii miisaan laysu saaro la wasanathunna rogan lahayd ka xoog badnaan lahayd afar kelimaan idhi oo waxaad tidhi oo dhan miisaanka rogan lahay haddii la yidhaahdo iyo afartaa kelimo inaad bartid soo ma jecrin subxaana allaahi wabixamdihi cadada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفر تاسو أفر جلو طيب سبحان الله إي بوينا نزهن مان ربن بكو فيا وبحمده نقف على حال أن كسرنا إلهي حمده سبا نزهيا ونحمان ربن دينيا هاي مركة تصبيح ده يتنزيد إي حمده إنتهي لإيجيهين وعدد خلقه أي مخلوقاته الله وحوه بوين أبو ري انت حمد الله انت إلهي أبو ركيس انتو لي مركة جوامع الكلم بنا وإريا كوبا ومعنى بلارا كينه عدد خلقه أي مخلوقاتك إلهي نم إلا بان الله نزايا انكو حمدنا طيب ومد ورضا نفسه رضا نفسه عدد خلقه ورضا نفسي يعني إلهي سبحانه وتعالى رأى لهم شيء سعدد كيد وزنة عرش عرش جيس ميزان كيس عدد كيد ترى عرش منتول لك العرش والكرس إلهي بأود إليه مرك أنت عدد كيس واحد لك بان ألا نزايا ونكو حمدنا ومداد كلماتي هي كلمات كإلهي أردان كلمات الله كثيرة ويبدأي قرآن كأردان وكلمات كإلهي سبحانه وتعالى كلمات كإلهي عدد كيت بأن الزهية وأن كحم دنيا إنت أصلاً أريد أفرتا كلمة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رجع مسلم إمام الشافعي باب وقصي دري كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يدرك كلمات في عنا لكن حديثك بمجرد وكو حالا في عنا الصحة إن حديثك لو كوبتو لو استعب أي في عنا طيب وهي حديثك الرسول قدي صلى الله عليه وسلم سيدا إن رسول قال رسولك إن لو أقريبا صحة قدي لي إن سكر لو بدل عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عيون الباقيات الصالحات باقيات الصالحات محلين هذا الباقيات كوي هري الصالحات في عناي ولا إله إلا الله كلمة ساكمل وسبحان الله ألا نزها والله أكبر ألا وين والحمد لله ما إباله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول حالة أن كغور يقنو حمانت ولا قوة أود أن وحنه كقب سن ملهن إلا بالله بمعونة الله إله كلمة اسمه كلمة أساسا وفصرة لا حول ولا قوة يعني حالة إي أود هون أنه ملهن وحكغور يقنو إلا بالله أي بمعونة الله إله إنه نكالمة يموه طيب أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم لكن وضعيف حديثك الشيخ الألباني ضعيف الجامع والهشام وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع أحب الكلام هذا الكويب وجعل يعني أما لو وجعل بني إلى الله بوين حقيزة أربع وأفر إريو أفر إريو لا يضرك قرب ما يوضي باتم بأيهن بأيهن أفرت مدي بدأت أتكو باللغة مدر تهرمر خيار بلوسي أفرت كلمة وأفر كلمة وفي عن مدر ربطنك باللغة محيهن سبحان الله كو والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفرته
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفرتها كلمة أخرجه مسلم وأحب الكلام إلى الله إلى هذا وجه عليها قوية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى أني والرسول قال لي رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس ألا أدلك موانا كتسين على كنز من كنوز الجنة كنز وبخار كنز بخار أو بخار رضي الجنة كيد وين أو كيدتك الجنة كميدا ما كتسو طيب وما هاي تسوي يا رسول الله إيش كيدك لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا كلمه لا حول ولا قوة إلا بالله وحديث يسونا صحيح بخاري مسلم بصوصة رواية النسائي يروح قدرته ولا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ ميلا مغنقل أي مجرت من الله إبوين لغا مغنقل إلا إليه سيقول الله قف كي ربعين وكبق وكعر رحبو عرر يسوه عرر واسلا لكن إليه الله كبق عقين أدنى إلهي أنو عرر حقيسا وعرر لا ملجأ منك إلا إليه. طيب وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده إن الدعاء هو العبادة إن الدعاء الدعاء هو العبادة الدعاء سيدة أبو العبادة كتاب الذكر والدعاء أبو صوما الدعاء هو العبادة صحيح رواه الأربعة وساو الترمذي شغل بانس والجامع كسحي لكن وحا ضعيفة مثل صوصه ولو من حديث أنس مرفوعا باللف الدعاء مخ العبادة ديسك أس وضطك آد عرب كيسا هو يقانا وضطك عدا الدعاء مخ العبادة دعاء هو عبادة روح هذا كان سوى ضعيف ضعيف الجامع وشغل الباني كو ضعيف ولو من حديث أبا هريرة رفعه ليس شيء مجرى شيء أكرم على الله من الدعاء شيء إلهي حقيسا كغوناك أكرم ووناك وحل حقي كغفي عن مجرى الدعاء دعاء هو وحفيا نوقفك الدعاء يستيسو إن الإيد دعاء هذا تقفك الخير في كل دريم يسوع وقفك الخير كل ظننا أيه لبض ووافيا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء قفك كرامة بعض الروح كفي عن مجر الله حقيس الدعاء صحه من حباء والحاكم شغل البان سعيد الجامع وكسحيه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قول الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد وجانس وغاتور الدعاء دعاء للدعاء يستوى وبين الآذان والإقامة آذانك يا إقامة أرح حيث الدعاء آذانك يا إقامة أرح حيث لا يرد لما إليه ولا أقبله إليك قول علم ولا أقبله حديث كلام هو بين كل آذانين دعاء يعني دعاء أماكن تأي مستجابة تأيوه لبدأ آذان للشيء وآذانك يا إقامة أخرجه النسائي وغيره وصار من الباب وغيره خير شغل البال سوى الجامع وقصة الحديث كان. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إن ربك ربك إن ربكم ربيين ضلوا حي الله وحش رضا وصف من صفات الله سبحانه وتعالى وحشوت كل شيء وحشوت حياء يليق بجلاله وعظمة مد إله يقول عنه كان وكلامه طيب كريم اللو وناكسية يستحي ولبه الله كعش وضع من عبد الدون كيسة إذا رفع إليه مركو كرع وقاض يديه لبضق عموت قفكو أن يرده ما إن أسر إليه صفرا إيا ومرا هذا قفكو دعا يستوق عمها السلاة إليه إنه كسر عليه قامية صفر أو وحبة كتر أو لا أقبل ألو كعب الشوضة لكن حديث كان خرجه الأربعة إلا النساء وسار الحاكم وضعيف والشيخ الألباني ضعيف الجامع وكود ضعيفي. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها إذا مد مركو تاغه يديه لمدي ساقام بعد في الدعاء الدعاء لم يردهما مؤون السوء إلينجرين حتى يمسح إلى وكما صعب به ما لبضك عمود وجهه وجهه إلى وكما صعب مسوح لنجرين
حديث كان أخرجه الترمذي بصوت صاري وضعيف سوي. ضعيف جدا ضعيف الجامع أي قدر ضعيفية ولو شواهد منها مركة حتى الشواهد وضعيف ويوم. طيب حديث ابن عباس عند أبي داود ومجموعة يقضي أنه حديث حسن بويري شيخ ابن حجر العسقلاني لكن سيدا ما شيخ الألباني ضعيف الجامع وطن قدر ضعيفية مركة أدلة قصة أرورتي أوردن حديث تأين وجه الله مرسي مركة لتعيست وجه الله مرسلاي ووضع ضعيف سوق الله تيري كرام. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إن أولى الناس بي تدك كأيوها بون إيهودو يوم القيامة مالين تقيام وأكثرهم علي صلاة تدك إيهو سلم بضعه إستغنى أغرجه ترمذي وساوى من الحبان وضعيف كان شغل البان ضعيف الجامع وقدر الحديث قد ضعيف في عين رسول الله ما تيرينك صلى الله عليه وسلم نسمعك. وعن شداد بن أوس رضي الله شكك مجر عديد مركا شيء إنه مد وحد وضع خصوصا قرطا كوكله معناه أنه صحيح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جيس إنه يا وحادي هذا فضل بلد بل الوحو والبغو الله سمعي سقا كسي فضل بلد وكي حديث كل شيء قاعد مع ذلك عندنا حديث كني وضعيف كان بها يسلا وضعيف. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قول سيد الاستغفار استغفار أردن سيد كذا قوص الرئيس من قوص الرئيس استغفار وقف كل يماد أن يقول وإنه يلاد العبد أدون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني اللهم يا الله إبو أنت أدو ربي ربي قيبات لا إله لا معبود بحق إلا أنت الله حق لو لو عبد مجرى أدق موغي خلقتني أضاي أبور وأنا عبدك أن أدون كاغانا وأنا على أهدك بلن كاغيبا كجرا إيا ووعدك يبوهي أدي يبوهي كما بحين ما استطعت أنت أن أعوذ أعوذ وأن مغين قليا بك أدق أنكم مغين قليا من شر ما صنعت وحن سمي شركي سان كان مغين قلي أبوء لك وحن كوقرا بنعمتك علي نعمت هذه كشاء الله وانكو قرنية وأبو بذنبي ذنبي جينا وقرنية واعترافية فاغفر لي الله يدعف فإنه أرنك وحاوي لا يغفر الذنوب ذنوب تمرعف إلا أنت أدق مكوك أدق مبارك. حديث كان وحالي لذا أما مارتي أذكار سيد الاستغفار بالينا استغفار ومن متغوص الرسول أخرجه البخاري من حديث قاطع كسب جابي أو كسي شرتي قفك إلى هذا جلبتي وهبين كاكيريودا دخل الجنة جنة الجرايا قفك إلى هذا الصبحي ومارين تاكيريودا دخل الجنة جنة الجرايا حديث كان كسي شرتي كل قيب كتا مركوا دعاء هذه يا دون أحسن وحيسا أمة سنة تبلغ الله وحاكجرا وحادي آذو بضان وآت توحيد كقيمه سبني كالدو توحيد الربوبية توحيد الألوهية الأسماء والصفات الاعتراف بالذنب الفضيل الإلهي والله قرطه رب النمديس وحب بضان ودروس بضان باكجرتا هذا الدراسي سحديث كاسكالي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن معهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كن يدعو متكتك هؤلاء الكلمات كلمات كان صوص صعبة حين يمسي مركو قلابايستو يو حين يصبح مركو واو بري تنو اذكار الصباح والمساء واو مركو بري مركي قلابتي تاي ذكري كان صوص ورسولك كما تجي جرين محايا بوا محايا اللهم يبو اني انو اسألك وحانك ويديس العافية في ديني إن الدين تهيد إيبت بادسو الدين تهيد إن الإيبت بادسو فتن تهيجي لأسو إيهو الدنيا يأدون كيجر إيهو أهلي رير كيجر وماري حولا هيجر اللهم مستر الله أستر أو قريب عورات إلا عورات إيه أستر عورات إيه وكلنا عورات وهذا عورانا وآمن روعاتي آمن أمني جيري روعاتي عبسي إيه دانا وحي عبسي إيه سنة إلا أمني إسي واحفظني الله إجا يحسوا إجا إلالي من بين يدي حق هوري الله إجا إلالي ومن خلفي كذال الله إلالي وعن يميني ملك الله إجا إلالي وعن شمالي بدح الله إجا إلالي ومن فوقي حق سر الله إجا إلالي
وعود وحن مين جليا بعظمتك إيه بوينان ترى مين جلي أن أغتال إن حق من تحت حق غصين ليجا اغتيال اغتيال كوه حلا يدا هذا يا بعض القادمة اللي قلت له أكله اغتيال ليه قادمة وحلو قلت علماء القارب وعكوف السيران أن أغتال مين ضباش ليه هذا إن غص إجا قرحه أيام مارت إلى كم من جلية وقال وعكوف السيران خصف إجا وأقول جيد سمع الله رخف صعدون هذا وحياة دون كالوار كإنترنت كدون كصورة فرمي لسوق اللي في فيسبوك يديه تتصير الصعدان من لو روح أو ما هنروح وماش وسجل لب عيس كل يجيب لب عيس تبدا من الوار كما خص في باكونا أقول لكين ما هو هوستا وح هوستا كعات رحيم وح هوستا كات اللي يوم نمت بله ما كنت أقول أنا تطفي رسوم ميل رافع ما بيدقي بيدقي حر كذا كر هوس ميل وق إلهي بكمان أخرجوا النسائي وابن ماجه وسعوا الحاكم شيخ الألباني صاحب الجامع وكسر وأن عمر رضي الله عنهما قال كان وفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلا اللهم إني أعود بك إلهي وحان كامرين جليا من زوال نعمتك نعم ذات إني جزوش نعم بعد السيسي صوما إلى وحان كامرين جليا نعم فيني جزوش يو تحول عافيتك عافية ذاته نما تجلي هذا إنا إجا تحول يعني إذا وورك إنا إجا وورك تقول ملك الإجا تكتنا وان كان من جل وفجأة نقمتك نقمة هذا عرض هذا إيو عقاب كار إيو إنا يوسو دكتور والمرت وربع هذا نقول لك كلمة فجأة يعني إنا يوسو دكتنا وان كان من جل وجميع سخطك عرض هذا وان كان من جل أخرجه مسلم بعد ذلك وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول كيلا اللهم يا الله إبو إني أروح أعوذ بك وحان كامل جليا من غلبة الدين دين إغا حبضته غلب ينبط وغلبة العدو يا عدو إغا الرأي يا وشماتة الأعداء عدو إغو فرحة شماتة الأعداء عدو إغو فرحة وقص له عمر وفرح عدو إلى وتسن كان من جلي رواه النسائي وسعد الحاكم شغل بن سعد الجامع بكسر وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رسوله حمبا رجلا ويقول رهيا اللهم يا الله إيبو إني أنا أسألك وحنك ويديسا بأني أنا أشهد وحنك ويد أسألك بأني أشهد ارتوح بكور مريي اعتراف يا توحيد بقول ما انتم تسوون لي وحورسني وهذا هو ادب الدعاء دعاء العذاب الى اداب الدعاء وحاكمه انه كو حن لقودينا الى وحايسي الى وكان الى وكان الى وكان وحسين طورا هرت الى ام هذا العلي الثناء اله امان ام هذا العلي مارت التواصل باسمائه مكذب مركه وحاجة اسوق بالفيس حديث كان وبيقولين كان مركه دعينيسي ودعيساني اللهم إني أسألك وحان كووي ديسان بأني أنو قلت أشهد وحان قراء أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله وحتى إبوين لا إله لا معبود بحق إلا أنت الله كلاو حق لوعى بنا مجزر أذيق الموغي الأحد باته إلهي بسيء أماني الله كلي الصمد باته الله الساء ما إيساق وحول بلولة قستاته الصمد ولي أحكام ولي تفسير ربنا وتكون قرنا سأقول والله مرك الله تفسير لكن أقول حب بديل لأن الصمد الله السيد كا وحول بيسك الله قستات الذي بات هاي لم يلد أن بالين ولم يولد أن وحنا الله قال ولم يكن له كفوا أحد أن وح لم يد أو صاحبا أن لهين أنت مرك يمحك دمبي هذا مرك إله بر أنت مرك ترى سو كأمانته وحات ترى هذا قال فقال وحولي لقد سأل الله إلهي بكوي ديستي باسمه مجل عيسى أفر صنك أنت أخي باسمه مجل عيسى الذي كاسو إذا سئل به مركي لهوي ديستو أعطى إلهي بحينها وإذا دعي به مركي لهو بريانا أجابه يا الله باسمه أنت مركو أخي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي
marka dhunuubtiisu marka ilaahay weydiisay subhana wa ta'ala marka marka dambi dhaaf iyo waxaad ilaahay weydiisay aad rabto warso waxaa ku jira ereyadan la aqriyay oo ninkani uu aqriyay biismihi buuda alladhi idaa su'ila bihi ahataa ismullahi al-a'lam baa ku jira waa midka markii ilaahay lagu weydiisto uu siinayo markii lagu baryana uu cajiibayo akhrajahu al-arbaca wa saacahu ibn xibaan shakhl albani sawa ibn maaja wa kusaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو يري كان رسول الله وحو أهاد إذا أصبح مرك واب أبر يقول وحو رنجري اللهم بك أصبحنا الله أيو وان واب أذيقان كو واب ريسن وبك أمسينا أذيقان كو قرب ريسن وبك نحيا أذيقان كو نولا وبك نموت أذيقان كو لمنين وإليك النشور حقا ريسو بحيد واحد والصبح ولا توستوس توسي وإذا أمسى مركو قلب يستنى قال وحورجل مثل ذلك التنوكل إلا أنه قال وحورجل وإليك المصير ما يش أضم بس وإليك النشور وإليك المصير ومرجعي النقشور إلا أنه قبل كيبا بعي وإليك المصير تنواجي وبري وإليك النشور حقا عن صوبها حقا عن صوبها هذا أبتر أخرجه الأربع سبون الجامع وشغل البان كسعي وعن أنس رضي الله عنه قال وحورجل كان أكثر دعاء رسول الله دعاء الرسول كغبضا وحيات انت غبضا دعاء الرسول كغرنجري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء الرسول ربنا يا ربنا ربك آتنا نصيب في الدنيا أدنك حسنة نوس وفي الآخرة آخرنا حسنة نوس وقنا عذاب النار نار تنلق إلها متفق عليه ولماذا قارف السلسي السلف كي وحيد هذين الحسنة في الدنيا والعمل الصالح وهو العلم النافع والعمل الصالح علم وناكسن هي عملك في عمل حسنة وفي الآخرة الجنة سلاسة مفسرة طيب بخاري مسلم بصوصة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يدعو كي كد عيس اللهم اغفر لي ويحب كد عيس جرتنا كمد اللهم يا الله إيبو اغفر لي إداف خطيئتي قفكي قال له إداف وجهلي جاهل لماذا دي إسكيال يالكي قال له إداف وإسرافي في أمري حد كدك أمورتي لأم كحد كدك قال له إداف وما أنت علم به مني واحد يقعو قال بطنطا دو يقعو تين قال له إداف اللهم اغفر لي الله إداف جدي نبطي يا بارك نبطا نصم يا الله إداف وهزلي عيار عيار وحيقنا عن الله إداف وخطي قفك وحيقنا الله ويداف وعمدي وكس وحانو سمي الله ويداف وكل ذلك عندي انتاس او رنب اكتيد ويا هاي ذيب كل واس سمي قف وحو سمي مارت كس وحو سمي نسيان وحو حيقنا رسول الله باسد عدنا صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك حي انك حالة دين وشليت امر دو رسول كلية وكس وحو سمي وقف وكس يقنا مكوعين وكل ذلك عندي انت صرب وان لا هي اللهم اغفر لي الله وداف ما قدمت وحن هر مرصدي وما اخرت وحن دي مرصدي وما اسرت وحن قرصدي وما علمت وحن اوغيسيون موجي يا وما انت علم بي مني وحن ادوغ ما يغوغتا انت المقدم ايبو على قفك هرت هر مريا وانت المؤخر قفك هرت الدبدغا وانت على كل شيء قدير وحول بوحول على كل شيء وربنا قدير أذيك أيا كرا أو أولا متفق عليه بخاري مسلم بعد على النصوص حديث تقارك وتفاصيل انت شيء إن كبلا بيليه طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوة يقول كيلا اللهم أصلح لي ديني إلى دين تيدي هاش الذي كاسوه سوى عصمة أمري أمور تيدي دور سنة دينت وأمور تهذا دور سنة وعكو دور سنة ودينت وأصلح لي الدنيا إلى الدنيا دي دينا إي توسو إيها غاج التي تسوي فيها معاشي نلشي دو إي كجرت وأصلح لي آخرة آخرة دي دينا ألو إيها غاج التي تسوي إليها معادي نقط كيبو كجر آخرة ونقنين واجعل يال الحياة نلشي إنتا نورا هاي زيادة لي مد إي زيادة في كل خير خير والبعين إي سي زيادة يعني كور صعدو إله إيقاد واجعل الموت قيريد الله إيقاد راحة لي من كل شر شر والبعين ميشان والراحة يسان لها إله إيقاد
أخرجه مسلم بأبوه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوة يقول كيلا اللهم انفعني الله يبقى أنفع بما علمتني وحدي برتو علمي وعلمني الله يبر ما ينفعني وحي أنفعنا الله يبر وارزقني يبقى أرزاق علما ينفعني علمي أنفعنا الله يبقى أرزاق. حواب النسائي والحاكم سنن النسائي الكبرى شغل الباني وصحيح. وللترمذي من حديث أبي هريرة نحو قال في آخره وزدني علما الله علمي زيادة أنت سوى صحيح لكن وحد ضعيف أنت كذب بسوء. والحمد لله على كل حال حمد والحمد معنى هو معنى في عن لكن حديث كان وضعيف شيخ الباني ضعيف الجامع وكس ضعيفي. والحمد لله الله وسبحانه على كل حال مروبة وأعوذ بالله من حال أهل النار. وعن كم من قليا حال ضدك أهل النار كان وكم من قليا أنت شيخ الباني وضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها رسولك عائشة براي هذا الدعاء دعاء صوصات مرك الدعاء ذو رسولك عائشة براي دعاء سهلا ما والدعاء الضوري عائشة وجعلها رسولك صلى الله عليه وسلم والدعاء لما اللهم يا الله إيبو إني أنا وأسألك وحنك ويديستا من الخير خير كبانك ورصدا كله دمانتي عاجله كيسة دقدق وأدونك يو عاجله كيسة ضمبيو آخر إنت جوامع الكلم بلد ما علمت منه إنت أغهي يو ما لم أعلم حان أغهي به وأعوذ بك وحان كامن قلي يا إيبو من الشر شربان كامن قلي كله دمانتي عاجله متك شرط سود دقدق أدونك يمادة يو آخر كان ضمبو يا عاجله كان آخر يجرب ما علمت منه إنت أغهي يوم الله ما علمه حان أغيم به. اللهم يا الله إب إني أنا أسألك وحنك ويديسا من خير ما سألك عبدك وحي أدونك ويديستيكا وخير بلن يوى نبيك النبيك وأعوذ بك وحن كامل قليا من شر ما عاد منه أما ما استعاد منه عبدك والنبيك وحي أدونك يا رسولك ونبيك كامل قلينا وان كامل قليا. اللهم يا الله إبو إني أنا أسألك وحنك ويديسا الجنة جنة يا وما قربه إليها وحي جنة أدوين لها ومن قول هضل أو عمل أمر عمر هي أكشن رسمية وأعوذ بك وحنك من قليا من النار النار يا وما قرب منها وحي النار تعقفك أدوين لها ومن قول هضل أو عمل أمر. وأسألك يا إبو وحنك ويديسا أن تجعل عنا ذيش كل قضاء حكم كست أو قضيت أو عاد حكمي سنة لي أني خير خير يقدر. أخرجه ابن ماجه بحديث كاورية وصعب ابن حبان والحاكم وصعيحي لي شيخ الباني سعر الجامع أي كسعي. وأخرج الشيخاني بخاري المسلم وحيوريين حديث كان بكوكة بكبيي شيخ ابن حجر كتاب كيسا. أخرج الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبير كلمتان لبكلمه حبيبتان للرحمن الله الرحمن كي جعليه خفيفتان على اللسان عربك كفو ثقيلتان في الميزان ميزان كان كبرس وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبدا كلمه امام البخاري مسلم حديث كسو ساري والوش كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب قال المصنف وطيري امام ابن حجر شيخ البخاري امام البخاري كتاب كيس البخاري مركو ماستري حديث كان بوجود البيسي وفرصه ووحيالا يقول كسو قاتين قرآن كان نزول كيسي بوضع يدين باليري وفصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا معناها سورة النصر وكي تفسير كالوها مركي وعمر ويدية صحابتي ووينين عبد الله بن عباس ولي يروك بحجري ولي سورة معنى يدى محاد كفه ميسا او اصحابتي وويني ولا ما كو دفتي او عبد الله يو اديكم حي كلتها
مركز يقول عنه معناها ماشى كما فهمي معنى كلام كفهم ومحوية معناها كلام كيري ده الرسول كان كفهمي شوف كيري ديس بآية سورة ده يقعد دمس أصدق وجرت الله قادنا يقول إيه بقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هدي دينتي إلهي كحكور الله صلى الله عليه وسلم ومضي دينتي سابق ليسو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة استواء قتي مردو رسالة استواء قتي واحدة من ماشي ميلا كيري دين باطالة ممرنا وحوله والله عنونا انت اتكفهمتي انا كفهم السنة هاي السنة أنا كوها بسدوا عبد الله بن عباس يقول يرى باكرتي واجي دمنا مركي رسول صلى الله عليه وسلم بيسي وكي عايش عايتي دعاء الرسول الركوع ذا هي السجود دبا وحي عيد من ذكري إلى قد نمبالي سورة عن معنى هذا كاسم بوهنت دمبوحن كذب ولذلك أذكارت الركوع ذا هي أذكارت السجود دبا عن فيلا يا شيخ الألباني كتاب كيس عمر كسوة روريي صفة الصلاة إلا كوب يتبن ذكري بوستبع دقاي لمرك السطحات وجران وانا دعاء الوحى وكنا معنى في عن إلا ودعا استا إن شاء الله قال مصنفه وعي فرغ منه ملخصه وهو كفار غي أو رميستر كتاب وكي ملخصه ننك كتاب كاسمي مصنفه هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر ابن حجر في 11 هو بيطبنك شهر ربيع الأول بشهر ربيع الأول سنة 28 سنة كالباطنية سداد و800 سداد بقول تاريخ الهجري هو سداد بقول لباطنية سداد مركة يا هيد أيو كتاب كردن ما يستري حامدا لله تعالى يسوى على كحم دنيا ومصليا على رسوله نبي سنة قصر لنا صلى الله عليه وآله وسلم ومكرما مكرما ومبجلا وينين يا ومعظما ألنا وينين يا أي كتاب كيس حلقة يوجب جبيني إنه إن شاء الله تعالى عاوة أيام جبيني كتاب كي بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ من حجر كتاب كان وعوك وانصدي حديث بان تقريبا كن إيو اللح بقول إيو زيادة حديث أي كويا له إنت بلنا صحيحة قارن صحيح هنا وكجران شيخ الألباني وإله سبحانه وتعالى دتك علم الحديث كأسهلها ونصو صاري أي كشقيي وتخريجيي وصحيح كيسي ضعيف كيسبا سميي وكشيغ ونوبر روجيي إن شاء الله تعالى مركا أي كتاب كنبوك ميدياي كتب ترونتي حديث أو قولنصتي علم الحديث كتاب حديثك وعلى أبواب الفقه هذا ما قصة بس أبواب الفقه لقو سمي كتاب وكسر بالله من عبادات وكسر بالله من طهارة يقيمه دي كالتوان صلاة أيان صومرني صومكي زكادي حجكي باعي يقيمه سي نكاحي يقيمه سي جراحي يقيمه سي جبدي وكو جبدي أمور في عنا وآل سكو برارجي وآداب آداب شاملة وآدي هذا عجبلا أيوك جبجبيي وكبحسن أبواب الفقه الأردن إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى إنه أنفعه شيخي قري يوضدك أغريبا إلهي سبحانه وتعالى ميزان الحسنات الله قليو المغان سوى قرين إلهي سبحانه وتعالى النافع الله إنه أغرده إلهي سبحانه وتعالى إنت كفائدي ستي إلهي سبحانه وتعالى هكو أنفعه إنه أردن الله إنه أنفعه ولارو خير بضن باك الشقيي ولا يفوتوني أين يغتغينين إن أن أدعيه إن شاء الله تعالى ومغالدة يكودنا والدالك إنجريسكي لندن دعوة لك الشقيي بكتاب كان 10 والبعون كاقريني ويتوبا هالكاسة لغا توبا ومارك تيهي كقالان سوء أردن يهينا إن شاء الله إلا درسك عاوين أودن بيهي إن شاء الله بري بيسوك لنيان وانا دمانتي وكجراء ويسوغ الضوبان أيو بنوية إلا إن شاء الله تعالى علماء بلان وعلماء دين أفكين نكو هذا الشأن ويتوبين وبنوية إلا إن شاء الله تعالى ولله سوى الدعين إن إلهي سبحانه وتعالى وعاوي رسولك صلى الله عليه وسلم وعود عيدتك
خير كسيفة فيها الدال على خير كفاعله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إلهي سبحانه وتعالى ميزان الحسنة لهم قريو. إلهي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلهي سبحانه وتعالى ميزان كودي كفدو ذا. إلهي أنت كفايني سي أنت سي قد بسبع الله سبحانه وتعالى كفدو ذا ميزانك الله بحوتيو أنك الله إنه وأنفعه. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.